جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلم نؤمر أعتبر في بعض النساء محمد هنا قد على الصواب فلم نؤمر فقال فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله رضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فمن لم يقل لهم فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. الشيخ عبيد حفظه الله ورعاه في تعليقه على هذا الكلام أقرأ عليكم كلامه في شرحه على أصول السنة الحميدية ثم أدلو بالكلام أو بشرحه على إمداد صادق الأمان لأنه هنا ذكر كلاما مختصرا جدا. قال يريد هذه المسألة أراد الشيخ بها أمرين، أحدهما بيان مكانة الصحابة رضي الله عنهم، والثاني الرد على ثلاث طوائف زائغة. فأهل السنة يحبون الصحابة كلهم ويتولونهم ويترحمون عليهم ويترضون عليهم ويمسكون عما شجر بينهم ولا يذكرونهم إلا بالخير، فقد من الله على أهل السنة بأمور منها سلامة صدورهم وألسنتهم وسلامة ألسنتهم من السب والشتم وعبارات التنقص للصحابة كلهم أو جماعة منهم وسلامة صدورهم من الحقد. وهذا هو ما تضمنته آية الحشر، قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فسلامة الصدور والقلوب نحو الصحابة من صفات أهل الإيمان. وأما الطوائف الأخرى الزائغة فالطائفة الأولى هم الرافضة، فهؤلاء يكفرون الصحابة ويسبونهم ويمقتونهم جميعا إلا قلة منهم، منهم علي رضي الله عنه، ويقولون هؤلاء هم المؤمنون. ففي رواية ثلاثة وفي رواية سبعة وفي رواية اثنين عشر، يعني كفر جمهور الصحابة إلا ثلاثة وإلا سبعة وإلا اثنين عشر. الطائفة الثانية الخوارج، فهؤلاء يكفرون عليا رضي الله عنه. الطائفة الثالثة النواصب، وهم الذين ناصبوا العداء لعلي رضي الله عنه وآل البيت، وبعضهم يكفرهم وبعضهم لا يكفرونهم لكنهم معلنون عن عداوتهم لآل البيت. وقد جرت عادة أهل السنة أن يقرروا السنة ويبينوا ما خالفها حتى تقوى في القلوب السنة ويقوى في القلب الحذر مما يضادها. هذا كلام حفظه الله ورعاه في التعليق على كلام الحميدي رحمه الله تعالى. أما في إمداد صادق الأمان حينما قال ابن أبي زيد عليه رحمة الله وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يقول الشيخ عبيد هذا المبحث في فضل الصحابة ومن بعدهم من السلف. فها هنا عدة أمور. الأمر الأول في معنى الصحابي، الصحابي في اللغة المعاشر أي بمعنى صاحب ومصاحب، ويقال في مفردهم صحابي وصاحب. والصحابي شرعا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. إذن لا بد في تعريف الصحابي أن تجتمع ثلاثة أمور: الأول اللقيا، الثاني الإيمان أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، الثالث أن يموت على هذه العقيدة. فمن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فليس بصحابي. واللقيا لا يشترط فيها الرؤية، أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يكون شنو
أعمى، ولكنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، فخرج بشرط بهذه الشرط الأول من لمق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى صاحب. طيب إذا لقيه هل يصبح من الصحابة؟ لا، حتى يؤمن به، لأن هناك جمع من الكفرة ومن اليهود ومن النصارى ومن المنافقين من لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه ولكن لم يؤمنوا به، فلا بد من الإيمان. طيب الإيمان يكفي؟ لا، الشرط الثالث قالوا ومات على ذلك. لماذا؟ لأن هناك ناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا، هؤلاء لا يسمون صحابة، لا يسموا بالصحابة أبدا. وبعض أهل الضلال حينما يريدون أن يشوهوا سمعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء الصحابة قد ارتدوا، هذا باطل، يعني إن ارتدوا لا يسمون ولا ينطق عليهم لفظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ها هنا مسألة، وهي من وقعت منه الردة من الصحابة ثم أسلم بعد ذلك فهل تبقى له الصحبة؟ الجواب نعم، تبقى له الصحبة، فقد قيل لأولئك أسلمت على ما أسلفت من خير. واضح. لذلك بعض أهل العلم حينما يعرف الصحابة يقول هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على هذا الإيمان وإن تخللته ردة. طيب الأمر الثالث في فضل الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة فضائلهم جمة وحسناتهم على أهل الإسلام كثيرة وعظيمة. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه الآية دليل على أن السابقين الأولين منهم رضي الله عنهم أفضل الأمة على الإطلاق، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء الدين والإيمان، ولم ينازع فيه أحد صاحب إمامة وفضل وتقى. وذلك أن ترديه سبحانه وتعالى عن السابقين الأولين كان مطلقا، إذ قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأما من بعدهم فاشترط فيهم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال تبارك وتعالى والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. واتفقت الأئمة من أهل السنة والجماعة، وقد يشاركهم بعض الطوائف من المبتدعة، على ما قدمناه أن الصحابة جملة هم خير هذه الأمة وأتقاها وأفضلها وأعلاها شرفا، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة على ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى، أن هذه أدلة أيضا لابد للعلم أن يحفظها، أدلة كذلك على فضل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أهل إخلاص، فقد شهد الله سبحانه وتعالى لهم بذلك. عن شيخ عبيد ذكر تردي الله جل وعلا عنه، وهذا يكفي في بيان فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا قد رضي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول لا يدخل الجنة رجل بايع تحت شجرة. جابر رضي الله عنه يقول كنا 1500 رجل من الرجال. طيب كذلك من فضائل الصحابة أنهم أهل الإخلاص، وقد شهد الله سبحانه وتعالى بإخلاصهم، فقال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال جل وعلا فعلم ما في قلوبهم، فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه علم ما في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك زكاه. فالذي يأتي ويطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في واحد منهم ما ما ما, ما يقبل السنة والجماعة. لذلك تأملوا عبارات الحميدي عليه رحمة الله الإمام، عبارة مهمة جدا، بعد أن ذكر سبهم أو شتمهم قال أو أحدا منهم، فمن ثبتت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التعرض له بسوء. قال جل وعلا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كذلك قد شهد الله سبحانه وتعالى لهم بالإيمان والفلاح، قال جل وعلا لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. في أعظم من ذلك يا جماعة أن الله سبحانه وتعالى يشهد لهم بأنهم أهل الفضل وأنهم أهل الفلاح، فقال سبحانه وتعالى وأولئك هم المفلحون. كذلك من الأمور المهمة التي لا بد أن تعرف في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
لماذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضل عظيم؟ كذلك لأنهم شهدوا التنزيل ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه العلم طرية، لذلك زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفضل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به هذه مرتبة لن يلحقهم فيها بشر. لذلك يقول الإمام ابن بطه عليه رحمة الله وكلامه كلام نفيس، يقول رحمه الله: كما في الإبانة الصغرى ويشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله، ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهد ولو أتى بأعمال أهل الجنة أجمعين. رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، هذا أفضل ممن يأتي من بعده ولو عمل بأعمال أهل الجنة أجمعين. كذلك مما يدل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم أن الله جل وعلا كذلك كما تقدم شهد لهم بالإخلاص كما في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فوصفهم سبحانه وتعالى بأنهم أهل الإيمان حقا، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، فشهد الله سبحانه وتعالى أنهم آمنوا وأنهم جاهدوا في سبيله سبحانه وتعالى. والذين آووا ونصروا يعني أنصار أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. وقال سبحانه وتعالى مادحا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني هذا بهذا وصفهم الله سبحانه وتعالى في التوراة، وهذا الأمر نؤمن به وإن لم يوجد بحروفه الآن في التوراة التي الآن بين أيدي قد حرفت، إلا نحن نؤمن أن الله جل وعلا أنزله في التوراة. قال جل وعلا: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وهذا على إخلاصهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني يرى أثر التقوى في وجوههم، وليس المراد بذلك أن يكون للسجود أثر على الجبهة، لا هذا غير صحيح، هذا قد يأتي للإنسان الصالح وقد يأتي للإنسان الطالح. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من صلاحهم فإنه يرى في وجوههم أثر صلاحهم، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرط فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ابن كثير عليه رحمة الله قال: وقد أحسن مالك رحمه الله حينما انتزع من هذه الآية جنو قال: تكفير الرافضة. أن الرافضي الله سبحانه وتعالى شبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العظيم، ثم قال: يعجب الزراع ليغيظ بهم من؟ الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: خير أمتي أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والحديث رواه الشيخان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الأصفهانية: وكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة. وابن حجر عليه رحمة الله في الفتح يقول: المراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحابة، والمراد بالذين يلونهم أي القرن الذي بعدهم وهم التابعون، والمراد بالذين يلونهم هم أتباع التابعين. واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين والتابعون أفضل من أتباع التابعين. انتهى كلامه عليه رحمات الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند مسلم يقول: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء أمرها، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون،
وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقد رتب سبحانه وتعالى العقاب على من يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالف سبيل الصحابة رضوان الله عليهم، فقال جل وعلا كما في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لذلك الذي لا يتبع منهج السلف الصالح وهم الصحابة في المقام الأول، هذا مبتدع. من أصول أهل السنة والجماعة فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة، وهذه آية مهمة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن هم أهل الإيمان في ذلك الزمان حينما نزلت هذه الآية؟ هم الصحابة. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد وعدهم الله سبحانه وتعالى بالرضا عنهم وبإدخالهم جنة الخلد، وقد وعد الله سبحانه وتعالى عباده بالرضا عنهم وإدخالهم جنة الخلد إذ هم اتبعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن عندنا مهاجرون وعندنا أنصار، هؤلاء من تابعهم بإحسان. قال جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالذي يريد رضا الله جل وعلا ومن يريد أن يدخل الجنة التي تجري تحتها الأنهار ومن يريد الفوز العظيم فعليه باتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الفرقة الناجية هم ما هم عليه اليوم، هم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. فقيل: يا رسول الله ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وأثنى عليهم في أحاديث كثيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. فضل يا جماعة ولا ما فضل؟ لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. ثم قال: والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحب من صاحبني. هم التابعون. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحب من صاحبني. والحديث صحابة الشيخ الألباني عليه رحمة الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ولأن فضل الصحابة فضل عظيم لن يبلغه أحد من هذه الأمة، ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا شنو ولا نصيب. هذا فضل لن يبلغه أحد من هذه الأمة. يأتي إنسان ويتصدق لله جل وعلا بوزن جبل أحد ذهب، دي مليارات ولا ما مليارات؟ مليارات، ما ابتدى تحسيب ذات. يأتي صحابي ويتصدق بالمد أو بنصيبه، يكون عند الله جل وعلا أحب إلى الله جل وعلا. ليه؟ لأن هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك مما يدل على فضلهم عليهم رحمة الله أنهم هم أعلم هذه الأمة وأتقى هذه الأمة وأعرف هذه الأمة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحاكم عليه رحمة الله في المستدرك: ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. هكذا يقول الحاكم عليه رحمة الله: ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين، يعني عند منه؟ عند البخاري ومسلم، حديث مسند ذكره في المستدرك. وقال ابن عباس عليه رضوان الله حينما نظر الخوارج في مناظرته المشهورة: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم. وقال الشافعي رحمه الله مبينا فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أعرفوا هذه الأمة وأفقهوا هذه الأمة، قال رحمه الله: وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا الوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد وعرفوا سنته.
لذلك رضي الله جل وعلا عنه. لماذا الله سبحانه رضي عنهم؟ لأنهم فهموا الدين فهما صحيحا، لذلك استحقوا رضي الله جل وعلا. فقال رحمه الله: وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا الوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد، وعرفوا سنته، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، وآراؤهم أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا. انت كلامه عليه رحمة الله. فإن هذه مسألة مهمة لا بد من معرفتها. كذلك يقول ابن مسعود عليه رحمة الله كما في الحلية لأبي نعيم: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال رحمه الله رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلب العباد، خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه رضوان الله عليهم خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وهذا الأثر قد أخرجه الإمام أحمد عليه رحمة الله كما في المسند. فهذه بعض فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ألف في فضلهم المصنفات الكثيرة. الشيخ عبد الحق حفظه الله ورعاه يقول في هذه الخيرية: النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال في هذه الخيرية، قال الخيرية بمعنى الأفضلية. فالمصنف رحمه الله قرر أن خير القرون هم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء قسمان: أولا الصحابة رضي الله عنهم، ولهم قدم السبق والشرف والرفعة، لأنهم هم وحدهم الذين شاهدوا التنزيل وتلقوا الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وقد يروي بعضهم عن بعض. ثانيا المخضرمون، وهم قوم أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن فاتهم شرف الصحبة رحمهم الله. لأننا قلنا أنه من تعريف الصحبة، أو أهل العلم قالوا من تعريف الصحبة ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. صح؟ في أناس كانوا عايشين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قد آمنوا به. صحابة لا. المخضرمون، وهم قوم أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن فاتهم شرف الصحبة رحمهم الله، ومنهم علماء أكابر وأئمة مثل أبي العالي الرياحي وأبي عثمان النهدي وغيرهما. فهذا الصنف كذلك ينضم إلى ما سبق من بيان فضله رضي الله عنهم عن الصحابة. والقرن معناه الجيل والطبقة من الناس، وقد يبلغ 100 سنة وقد يزيد وقد ينقص. أنا أرى هذا حسب ما أذكر في شرح الشيخ أحمد النجم عليه رحمة الله، أنه ذكر أن أيضا القرن مشينا قالك أو ينقص، ذكر أن القرن 70 سنة، ذكر أن القرن 70 سنة. فلا يشترط في القرن دائما أن بمعنى 100 سنة المئوية. لا شيخ، وأبو عثمان النهدي، وأبو عثمان النهدي. طيب، والقرن معناه الجيل والطبقة من الناس، وقد يبلغ 100 سنة وقد يزيد وقد ينقص. لذلك يعني تقدم معكم كلام الإمام البخاري عليه رحمة الله، مذكرينه ولا مذكرينه؟ نعم مذكرينه ولا لا؟ في كلام عن الإيمان: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن. لو جاء الجاهل يقول لك البخاري كذاب، قرن 100 سنة، عاش كم 100 سنة، لكنه يكون جاهل. قال: كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة
مرتين، والبصر أربع مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز ست أعوام أيضا. ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدث أهل خراسان، وذكر بعضهم ثم قال: واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وأن لا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء أن الدين قول وعمل. في ربيع عندك كلام عنه قال يعني يشن الحتاتية الحرب الطاووس على الإمام البخاري رحمه الله، لأنه بكلامه هذا يعني البخاري يصبح من المرجئة، لأنه قال الإمام جنوب قول وعمل بس، ما قال حسب على حسب منهج الحدادية الأصاغر إلا أن ينقص حتى لا يبقى منه شيء. ثم قال الشيخ: فالقرن الأول هم الصحابة قطعا ومن أسلم في عهده من التابعين، والقرن الثاني هم التابعون، والقرن الثالث هم أتباع التابعين، وهذه القرون المفضلة لها مزايا. المزية الأولى شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها بالخيرية، وكفى بها شهادة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول في البخاري ومسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا يدل على فضل التابعين وفضل تابع التابعين. المزية الثالثة أن لفظ السلف الصالح عند الإطلاق ينصرف إليهم، فهم أسبق الناس إلى الثناء والتبجيل والتوقير والمحبة في ذات الله سبحانه وتعالى، وأجمع أهل العلم والإيمان على أن هذه القرون الثلاثة هي أفضل الأمة، وسيأتي التخصيص والتنصيص على الصحابة رضي الله عنهم.